القصيرة بحسها أصعب وأسهل بنفس الوقت، بحسها كتير مكثفة. والحلو فيها إنه يعني بتكون عبارة عن مشهد متكامل، وبكون فيلم بحكي قصة كاملة، يعني لها بداية ووسط ونهاية. فكتير أنا بحب الأفلام القصيرة اللي بتكون معمولة باحترافية، وإنه ما بتقدر تشيل منها لقطة واحدة ولا تضيف لها لقطة واحدة، فبتكتير بتحترم هذا الإطار الفني. يعني بما معناه إنه في عنا قصة قصيرة، ولأجل إنه بتحكي عن فكرة واحدة أو عن لحظة مكثفة كانت قصة قصيرة، وبنفس الشكل بعامل الأفلام القصيرة. يعني هي أهم شيء الكتابة يمكن تكون بالأول، يعني إنه نعطي جهد أكثر للكتابة.